شكرا لأخ رياض العسائن، لأخ الدكتور فيصل مسلم. شكرا لأخ الرئيس، وأشكر أيضا الأخ الفاضل رياض العتساني. الأخ الرئيس، قبل أن أبدأ أشكر الأخوان في اللجنة، وأشكر أيضا الحكومة على موافقتها في المداولة الأولى وحضورها اليوم وتعاونها في هذا الاتجاه. وإن كان من كلمة لابد أن تؤكد أن موافقة الحكومة اليوم هو واجب نراه، لكن أيضا نحذر من أي رد، لأن سيكون أسوأ رسالة ممكن أن ترسل أن يرد القانون من الحكومة بعد إقراره من الأمة. الأخ الرئيس، أنا أعتقد وأيضا من باب التعاون مع الحكومة، أنا أرى وقدمنا تعديل الآن على قضية ما عرض وزير العدل والأوقاف، وأرى أنه صحيح أن يلزم القاضي بأن يعرض التوبة على المتهم وجوبا، وهذا تعديل تقدمنا فيه الآن. الأخ الرئيس، أنا أعتقد أن إذا كان يسوءنا أن يخرج من الكويت أو من يحمل جنسيتها من يتعرض إلى الله عز وجل أو إلى رسوله أو إلى القرآن الكريم أو أيضا إلى عرض النبي أو عرض زوجاته، فإن اليوم نفاخر، نعم نتألم، ولا كنا يعني نتمنى أن نكون في مثل هذا الموقف، لكن أما وأن قد صار، فاليوم نفاخر بأن نقود العالم الإسلامي بالانتصار إلى الله عز وجل، والانتصار لرسوله ولكتابه، والانتصار لعرضه وعرض أزواجه، بأن من يتطاول مثل هذا التطاول يستحق مثل هذه العقوبة، خاصة أن في البداية قررنا أن يستتاب، وبالتالي للقاضي أن يعفي عنا بما لا يجاوز 5 سنوات وأيضا بغرامة، ولكن إذا ما عاد إلى مثل هذا الأمر لم يعد هناك جهلا أو تأويلا، وبالتالي لا يستحق، لأن يطعن في عرض الأمة كلها مجتمعة وليس في عرض النبي عليه الصلاة والسلام أو في الرسول. الأخ الرئيس، أنا حتى أختصر وحتى نقول كلام أيضا في الصميم، الكلام الموضوع له جانب شرعي أكيد، ولذلك رجوع اللجنة إلى الفتوى والتشريع أو إلى الفتوى إدارة الإفتاء هم أصحاب الشأن، وبالتالي أقدر الأخوة بذلهم هذا الجهد والتعاون مع اللجنة البرلمانية وأيضا اللجنة البرلمانية وأخذها برأيهم. الأخ الرئيس، في مقابلة قبل أيام للدكتور الشيخ خالد المذكور، وهو رئيس هيئة الفتوى بالأوقاف وهو رئيس لجنة استكمال تطبيق الشريعة، انظر لأخي الرئيس وخل الأمة تسمع ماذا قال. يقول أن مثل هذا القانون، هو وجود مثل هذا القانون لدينا يعتبر فخر للكويت في الذود عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام، وسيقتدى بهذا الأمر مستقبلا من قبل الدول الأخرى، وهو ما قرر أيضا الدكتور شافي العجمي قبله. هذا القانون بعد اليوم بعد إقراره هو فخر للكويت في الذود عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتوافق مع الشريعة. أيضا يقول الدكتور، يقال دائما هناك شخص يسيء وهناك شخص معتوه وهناك آخر مجنون، ولكن مثل هذه الترهات إلى متى؟ ولذلك أخذنا فيها الاعتبار مثل ما قال الأخ محمد دلال في قانون الجزاء، هناك نص عام، وأيضا أخذنا مع أن إذا كان جاهلا أو متأولا هناك استتابة، واليوم نطالب بأن تعرض عليه وجوبا. لكن بعد ذلك أيشرفنا أن يكون أن يطلع من بلاد من الكويت، من موطن التوحيد، جزء من الجزيرة، من يسيء لله ورسوله أو عرضه ويبقى بعد الاستتابة؟ أيضا هذا يعرض الكويت والبلد إلى فتنة، هذا يسيء إلى العالم الإسلامي، هذا أدعى إلى أن يجتث وإلى أن يعدم، لأن احنا اليوم نعدم تاجر المخدرات، وهذا ألعن وأسوأ. الأخ الرئيس، أنا أعتقد أيضا في جواب للدكتور خالد المذكور عن أمهات المؤمنين، يقول من يسب أمهات المؤمنين فهو ينال من عرض رسول الله صلوات الله عليه وسلامه، وبالتالي تنسحب عليه نفس عقوبة الإساءة إلى الله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما اختار أزواجه بزواجه منهن فقد أصبحنا أمهات للمؤمنين، ومن يسبهن أو يسب واحدة منهن فكأنما سب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هذا منطق الأمور، اليوم من يقبل مننا أن تسب زوجته؟ ولذلك سب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الأمر، وخاصة عائشة الطاهرة المطهرة بكتاب الله عز وجل، لذلك هن أمهاتنا، وسب أي منهم سب لنا جميعا، ولا يمكن نقبل من أي كان، وهذا ما ينبغي على كل عاقل اليوم يقف أن يؤيد مثل هذا الأمر. من يقبل أن تسب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بسب النبي؟ لذلك الأخ الرئيس، نطالب المجلس اليوم
والحكومة بالإجماع أن يوافقون على هذا القانون، لأن شكرا لك الدكتور فيصل.